في حالة شراء سيارة ولقينا فيها عيوب خفية، نعم يمكن إرجاع السيارة المستعملة لبائعها في حالة اكتشاف عيوب خفية، وذلك وفقا للقانون المادة 411 وما بعدها من القانون المدني. فإذا تسلم المشتري السيارة وجب عليه التحقق من حالتها، وإذا وجد عيب فيها وجب عليه اخطار البائع به أن وجود هناك عيب خفي، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. ومن ثم يستطيع المشتري بعد اخطار البائع أن يرجع بدعوة الضمان على البائع لضمان العيوب الخفية، وذلك لأن المشتري من حق الانتفاع بالسيارة دون أن يتعرض لإعاقة، ويشترط في العيب الذي يضمن البائع أن يكون خفيا لا يعلمه المشتري وقت تحقيق العقد.